مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسي ان. اليوم اكد رئيس الجمهوريه قيس سعيد انه قرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من الشخص الذي جاب الدول لضرب المصالح التونسيه. وفي اشاره الى رئيس الدوله السابق محمد المنصف المرزوقي، اكد رئيس الجمهوريه قيس سعيد ان هذا الشخص اصبح من اعداء تونس. ودعا رئيس الجمهوريه قيس سعيد الى فتح بحث قضائي ضده لانه لا مجال للتآمر على امن الدوله الخارجي والداخلي، وشدد سعيد على أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها الداخلية، ووصف سعيد الذين ضربوا صورة تونس في الخارج بالخونة. ومع العلم يذكر أن المرزوقي كان قد أكد أنه دفع لتأجيل قمة الفرنكوفونية وقال أنه يفتخر بذلك، ثم دعا في فيديو الدولة الفرنسية إلى التدخل لحل الأزمة السياسية في تونس. كما كنت تسمعوا اليوم، هذا قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، اطلب من القضاء باش يتدخل ولازمته يتحاكم، وقال انه ثم تآمر كبير ياسر على تونس من داخل ولا من الخارج. كما كنت تسمع، ذي كانت رساله رئيس الجمهوريه قيس سعيد. ما تنسوش انتم تعطوني رايكم على الكلام اللي قاله رئيس الجمهوريه، انت معاه ولا ضد رئيس الجمهوريه ولا المنصف المرزوقي؟ وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وهكا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.